كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سلطحة قصة محمد صلى الله عليه وسلم سندوت داخر دوتش داخر شولخ كي خطا دوش دوينان الله. وكان أول من أسلم من الناس أدمشخ أقر حلغ إيمان ديل نقورحونا السيدة خديجة خديجة أورشولا بيامران صلى الله عليه وسلم حسمنانا وأبا بكر الصديق أبو بكر صديق وعلي بن أبي طالب أبي طالبك أنت علي رضي الله عنهم الله رزق ليلسا. أما معظم أهل مكة دقه بولناخ مكة أهل فقد رفضوا الإسلام يشيخي تر إسلام دين تلاترخ وقالوا تر إيلر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ديل إلتحقيح إنه مجنون إذا جني حيوش وإذا مجنون إيلر تر تنحقيح إنه ساحر سحر ليلوش ساحر إيلر تر تناخ كما بدأوا إشتأج بول بلرحون إناخ يعذبون المسلمين بصلنا غن عذاب دا إشحيز وبصلنا غن غيل ويشحيز وش إبوالخ بد عبيل بلير إش ويقتلونهم إش بويش ديل إلتشن ديل رسالة مارشال غليل تن أصحاب إش بويش بسبب إيمانهم تار ديلن دول إيمان بحندوش الله تيني تار إلتش بقور بحندوش الله ريز خليل تان. وبعد ذلك سلطح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ديل إرشنو ديل سلام مارشال هوليلتون أمر در المسلمين بصل ناغي بالهجرة إلى المدينة مدينة هجرة ديئة أقا قل حلخ دول هجرة تحت عغين قدح أقا حبشي ترى دين خل دول هجرة تارا تحري مدينة دين هجرة توار دوجتك. ثم هاجر سلطة هجرة تيرون هو تديل إلتشنو ديل رسالة مارشال هوليلتون مع أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر تيني تاني. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ديل إلتش ديل رسالة مارشال هوليلتون قيتشرعون إلى المدينة مدينة قيتشرئي فاستقبله الناس ناغ تلي تيرحون إذا هناك تو مدينة وكانوا سعداء يش إرسي بارون إدلاترت. وكان أول شيء وكان أول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مدينة عديل إلتشنو دحر دين دولهما هو بناء المسجد ماجدك ديورتو. ولم يكن المسجد للصلاة فقط ماجدك دا ترحون ديق لامز ديش ديق لامز دردع دوا دا ترحون ماجدك ديق وإنما كان المسلمون بقلا بصدنا أخبرعون يجتمعون فيه تماجدك توا قل ورئش لمناقشة كل أمورهم هور شي بوخت هور بلغ شي غلقشة تجوحة دوتشة غلقش لستشة أقا تغلقش حق إحاق أميلش دياش تعنقيتش أقا ماجدك جوالا مزدينة تعاشة إشي أبشي بربليمش حقا إياش تعنقيتر إش تجوح. وأصبح المسلمون بصلنا خا خلرحون جميعا برشي إخوة وجري وتأسست دولة الإسلام في المدينة مدينة
بوصل نيغا باتشال دخواترون وبدأت الحروب تمش عدو دلر تحدث خلا يعني تمش بد عبيد بلير وش بين المسلمين والمشركين مسلمنا مشركنا ومن ذلك تتمش دعونا غزوة بدر بدر غزوات وحدثت إذا خلرحون في السنة الثانية للهجرة هجرنا كالندالتين شو شرح وأنصر فيها المسلمون بصول نحطولا باقرون تو غزوة بدرانجا أقشوني غزوة أحد أحد غزوة خلر وحدثت في السنة الثالثة للهجرة هجرا كالندارتيني قول شراحة خلر إذا غزوة أحد وانتصر فيها تو أمن جاح طولا باقر المشركون مشركنا تولت غزوة الأحزاب خلر الخندق والتنخ وحدثت فيها السنة وحدثت في السنة الخامسة للهجرة بخير شرع هجرة كالندر تيني خلر حيث اجتمع المشركون من كل مكان أقا تو مسو متك شكرا مشركنا تحنقي ترهون تتمح في الجزيرة العرب عرب سكيبالا أستروتيرا ليحاربوا المسلمين بصل ناتين توانبر دعاء في المدينة مدينة البصل نان دعو توان بيحشا دعو تعنقي تروشة عرب سكيبالا أستروتير شاب العرب وخان يهود المدينة المسلمين مدينة حا خلب البصل ما غنتيش بأكبر هنتو مدينة عش خلبو جبتش وتعاونوا تار غدر ووشيخ مع المشركين مشرك ناغن يهوج غدر تو مشرك ناغن بصل ما غنتيش بأكبر بصل ما تيني تحن مدينة عش خلبو أقا إذا جبت بقش ولكن الله دلاح لقسيلا والله دالا ولكن الله تعالى لقسي لعول الله دال نصر عباده المؤمنين بقلا شيز إيمان دل الغلبول شيليشا ودرعون حيث أرسل ريحا شديدة الله دال جوخر بالمخ جوخر بالمخ بأي ترعون على المشركين مشركنا غنته فغادروا المدينة مدينة يربودر إش ورجعوا إلى بلادهم شي محك دعم غروش وفي السنة الثامنة للهجرة برغو شرع هجرة كالندار تيني كان فتح مكة أقا مكة سعياقنا مك سعي الارتسار حيث ذهب المسلمون من المدينة إلى مكة بصل ناخا مدينة المك عبغان زامن جوح ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتيني تناغتين تديل إلتشن أصحاب شتيني ديل إرسال مارشال غليل ديل إلتش ورعون فحطموا الأصنام التي حول الكعبة تار إذا كعبة قوند عاخل يلإج عرش يوخن كجند عيخنونش وبدأ الناس ناخد عبيل بلر يدخلون في دين الله أفواجا توبانش كا ديل ديني بحك عبيل بلرش ديل ديني تشبولرش توبانش كا وأصبحت مكة مك خلرحون جزءا من دولة الإسلام بصل دين باتش حلق بصل باتش حلق داخل دخوات ترعون مكة وفي السنة الحادية عشرة تحيطو شرح للهجرة هجرة كالندر تيني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ديل إلش دقل غير تزامن تشرن شو ديل إلش دقل غير ديل إرسال مارشال غليل وكان عمره تن أمر يرعون 63 سنة
9 ay koşonu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kudaha değil elçen değilsen değil ırsalın marşal huliyetine çakdağın. Velhamdülillahi rabbil alemin.